الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: مطاع ثم أمين. يروى أن رجل مات فرآه أحدهم في منامه، فقيل له: ما فعل الله تعالى بك؟ قال: غفر لي، غير أني لما نزلت القبر امتلأ علي نارا ثم ضربني الملكين صوتين، فقلت: علاما تضربوني؟ قالا: لأنك مررت على مظلوم فلم تنصره، واستعرت إبرة من أحدهم ولم تردها. غفر لي، لكن اشتعل القبر علي نارا، بعدين الملائكة ضربوني ضربتين، أما الضربة الأولى مررت على مظلوم فلم أنصره. عرفت أنه بين عائلة بيت فلان في تركة وفي أحد الأخوة مسلط عليهم، ما بيعطي واحد حقه، بده يأخذ الكل هو. ما أجيت أنا نصحته، ولأني ما نصحته قال أنا ما انتصرت للحق. حدا منكم بصير معه هيك شيء؟ تطلع البنت حردانة من عند زوجها، بتقول لك: بنتي عيدي انتي عندي، وطق ايدي قلبه خليه يركض وراكي مثل القطاط. في أمهات هيك؟ هي ترى نصرت المظلوم أو لم تنصر المظلوم؟ الأم التي تريد أن تنصر المظلوم تقول لها: ماما ارجعي لبيتك. أنا بجي لعند زوجك بتفاهم أنا وياه، أنت ارجعي ماما لبيتك، خليكي عند زوجك وانا بجي بحل لكم الموضوع. ماما جاي لعندك اليوم، خليني عندك. ماما عندي ما بتنامي، بتروحي لبيت زوجك، وانا بكره بجي لعندكم بدرس الامور وبلاقي لها حل. بنتي ما بتنامي عندي ولا ليله. يلا يستطيع خليكي عندي اليوم، والله بنتي أنا مشتاق لك، خليكي عندي بلا روحتك لعند جوزك. أيهما التي تنصر المظلوم وأيهما التي لا تنصر المظلوم؟ أبحكي أنا وقائع؟ هكذا تقول الأم لبنتها إذا أجت حردانة؟ فهي أعانت الظالم على ظلمه أو نصرت المظلوم؟ فأخونا بالله، بعد المغفرة غفر الله له
لأعماله الصالحة، لكن الحساب على شغلتين. الأولى لم ينصر المظلوم، والثانية استعار إبرة وما رجعها. قديش منستعير الهاون من عن جيراننا وما منرجعه لأنه هن ياخذوه؟ قديش منستعير السل وما منرجعه لأي صاحبه ياخذه؟ قديش منستعير الكتاب وما منرجعه ولو سأل صاحبه منه ما عاد نعرف وينه؟ أليس هذا ظلم؟ مررت على مظلوم فلم أنصره، فمن منكن تحاول أن تنصر المظلوم؟ حطوا حالكم بالميزان، ما عم نقطع وقت نحن ولا عم نتسلى تسلية. كلنا سنقف بين يدي الله ونسأل، وننزل إلى قبورنا ونسأل. في شغلة ثانية عند الله، عند الله: وكل شيء خلقناه بقدر فنعم المقدر. فممكن الإبرة تكون حقيقة، وممكن أن تكون الإبرة رمز أن الإنسان مهما استعار في أصغر من إبرة يجب عليه أن يرد العارية لصاحبها. مرات أنا بستعير، بشر أنا كمان، فإذا استعرت من هاللي موجودين عندي بالبيت ومن برات البيت، موجودين عندي بالبيت، استعرت من وحدة قلم، عندي استعداد ما نام حتى يعود القلم لصاحبه، لأنه خائف أن يشتعل القبر علي نارا. مرات أجد كتاب مماري علي بستعيره، لكن إذا استعرت الكتاب ما بفتح المصحف لا يخلص الكتاب، مو بلحته لألاقي حالي فاضي بقرا فيه، لا لا لا، حطيته ما بتركه لأنهيه، برجعه لصاحبه بعدين برجع لعملي. من خوفي ما أن يشتعل القبر علي نارا وأن يضرباني الملكان. أنا والله ما لي متحمل ولا عصاي، خليها لالله، صايف مصوفين يعني هوية هيك بالإيد ما بتحملها. فأن لي أن أتحمل ضربة الملك، وكما ورد أن ضربة الملك إذا ضربه في قبره يغوص إلى الأرض السابعة، يعني إذا نزل الأرض السابعة شو بيها يعني؟ راح أعطيكم مثل على نزوله للأرض السابعة، راح أقول لكم التربة طينية لينة كتير، فإذا واحد حط إصبعته بالتراب لحتى تخرق الإصبع كلها، يا ترى بتتألم إصبعته ولا لا؟ فشلون جسمه كله بده ينزل وينعصر؟ هل يشعر بآلام أو لا؟ وهل
لو دخل عليه مال الدنيا من البداية إلى النهاية هل يعادل نزلته مترين عن الأرض عصورا؟ ما بعرف، تحطكم أنا بالميزان، كل منكم يحط حاله بالميزان، هل هو قادر أن يتحمل؟ عنا قنينة معباية زيت، جينا وكتينا فوق خل، شو بيعمل الخل؟ أو حمض الليمون أو مي، بيدفش الزيتات وبينزل بيعود بالأنينة وبينهم يطلعوا لبرا. يا ترى دخول وخروج في معركة الزيتات عم يتحملوا معركة، والميات هذي بدهم ينزلوا ليطالعوا الزيتات عم يتحملوا معركة؟ فقدر حالك أيها الإنسان أنك ستنزل إلى بطن الأرض، ما في جورة محفورة خالصة، لا لا لا، ما تصير في القبر بدك تنزل بطن الأرض، وهذا الغوصان في بطن الأرض، بعدين بدك ترجع لمكانك في قبرك. إنما هذا تعذيب لبعض الذنوب التي فعلتها في حياتك، فترى من منكم الآن يفكر بهذا الموقف ويتحفظ أن يقع بما وقع غيره به؟ حطوا حالكم بالميزان. ما بعد ما فعل الله بك، قال غفر لي. شو بأحلى المغفرة؟ إلا غير أني لما نزلت القبر وتسكر علي وانقطع النفس اشتعل القبر علي نارا، ثم ضربني الملكين صوتين. شو هذا الصوت؟ الصوت إما عصا لينة أو كرباج، شو الهدف أو شو الفارق بين العصا القاسية أو اللينة؟ قلنا بزماننا نقطع عضبان السفرجل، عضبان السفرجل شبكات يعني شعيرات على الواقف وإلهم روابط بتربطهم ببعضهم، شلون ما طعشت القضيب بتم محافظ على كيانه وبرجع مثل الراسور. فننقع القضيب بالزبل، الزبل حامي بياخذ حرارة تدريجية، نلفه نزنر فيه قد ما لين. اما اذا فكيناه الضربه تبعه ما بتجي هيك، تجي هيك على كامل الجسم، الالم ما بيجي من جهه، بيجي من كل الجهات.
وهذا مثال لضربة الملك الذي هو إسرافيل أو ميكائيل. والآن كانت الآن وهي بشان إبرة استعارها ولم يعيدها لصاحبها، فهل منكم مستعير غرض من عند الجيران مباشرة يرجعه ليخلص حاله؟ أما إذا في شيء ماضي ونسيانه سيسأل عنه غدا. يا ربي والله أنا ما بتذكر أني عاملها. إيه ما بتتذكر ماشي. كبسة زر من الكمبيوتر افتحونا على السنة 1815 بيفتحوا له تطلع الصوت والصورة للحادثة التي جرت، لأن كل عمل يقوم به الإنسان عم يتسجل على الكمبيوتر الرباني كبسة الزر بيطلع لك اليوم والتاريخ والساعة وانت ومين كنت. والله شيء بيخوف، والله شيء بيخوف. ودليل على ذلك، ما بكون دليل انا شلون عم اتحرك عم بشوف صورتي قدامي، وبعد ما انا بموت بخمسين سنة بحطوا السي دي بتطلع صورتي وحركاتي وانا قاعد ظنن حالي اني ما فد ما حدا شايفني. واذا انا مراقب بالحركة والسكنة في كل امور الحياة. هي وين موجودة؟ يعني هذا الشيخ عم يحكي كلام يعني ما بنعرف مدى صحته. بدنا نشوف يا ترى القرآن هل يؤيد هذا الكلام؟ سأعود إلى القرآن. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول ولا عمل، لأن كل واحد يسجل صوت وصورة. إلا لديه رقيب عتيد عم يسجل كل شاردة واردة. بعدين شلون؟ قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الشاشة ملات الحيط. يلقاه منشورا اقرأ كتابك، يعني انظر إلى فعلك الذي فعلته. اقرأ كتابك، ما عاد في حاجة للسؤال والجواب. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحساب انت احسب على حالك لحالك من دون ما حدا يحكي لك. فلما بتشوف صورة عملك بالتصرف شلون استعرت وشلون كنيت وما راجعت الامور لاهلها. فلما تشوف بعينك عاد في مهرب. وهي ادله من القران. بتصدقوا القران انتم؟ انا ما بعرف. اذا كنتم تصدقون القران فعليكم الخوف من ان يقع احدكم بامر لا يرضي الله عز وجل. قال فلما سأل
على ما تضربوني؟ ليش عم تضربوني؟ شو عامل أنا؟ قال الملائكة له: بأنك مررت على مظلوم لم تنصره. واحد عم يسألني سؤال، قال لي أنا خطبت بنت فلان وما لي عارف تابع ولا ما تابع، بسأله عن أوصافها، بحكي لي أوصافها بقوم أنا بحبها، والله هي كثير منيحة غرض ابني، بقوله أنا بنصحك ما بدك إياها، بنصحك أنا ما بدك إياها، بروح أنا بخطب هذا ابني، أنا ناصح أو خائن؟ جاني شخص قال لي: دخيلك شيخي شو بدي ساوي؟ خير إن شاء الله بشبك. قال: اختلفت أنا ومرتي، راحت لعند الشيخ الشيخ قال له جيبي لي جوزك، جابت جوزها، الشيخ نصحه قال له أنا رح أنصحك، طلقها خليها تحس بالجرح، بس 4-5 أشهر بعدين ترجع لعندك مثل أصابت. الزلمة على البركة ظن أن الشيخ صادق، نزل طلقها، يوم هلي طلقها قال له: كل الأب رخيصة عندك، أنا طلقتني ما معلش، بكرة بتشوف. شو بده يشوف؟ خلصت عدتها يوم 3-4 كان معقود عقدها على الشيخ، قال لي رحت لعند الشيخ قال له: والله هي حبت اني انا اخذها وانا حبيت اني اخذها وانا تجوزتها وخلصنا مشي الحال، دور على غيرها. قال لي: دخيلك شو ساوي؟ قلت له: اعطيني اسم الشيخ ورقم تليفونه. سألته قال: هي قد معذبة معه ما بدها اياه، وما صدقت عندها خلصت منه، وانا حتى ما اطفى بالشوارع، انا تزوجتها، انا عندي زوجة واولاد، بس حتى ما اطفى بالشوارع انا تزوجتها، انا مالي عاوزها. قلنا له: على كل ان تركها خلي تروح ترجع لجوزها. قال: ايه حتى هي ترضى. حكيت معها قال: ايه هو ما بيتركني. ماذا نفعل والحالة هذه؟ إنا له: عمي اترك لنا إياها ترجع لجوزها، كل اللي مضى سامحناك فيه. قال: هي ما بترضى تتركني، وهي بتقول هو ما بيرضى يتركني، معنا متفاهمين مع بعضهم، وعم بيضربوا على وتر واحد الجوز. أما الزوج هذاك صفي لحاله، والأولاد صفيوا مع أبوهم مشردين، ما عاد في من يرعاهم.
بمر علي أنا حوادث كثير، فأنا حكيت له عبارة، قلت له يا أستاذي غدا لنا وقفة بين يدي الله، أنا حاولت أن أساعد المظلوم بالقدر الذي أملكه، لكن أنت ما عاونتني على نصرة المظلوم، وغدا ستقف بين يدي الله. قال إيه معنى شيء، بس نصل لهنيك بنتحاسب. أنا اللي حاسبه، شو علاقتي أنا؟ أنا رجل غريب، وإذا شديت أكثر من هيك يقولوا إنه أنا اللي بدي إياها، لأنه هيك أخذوا فكرة عن الشيخ. فلذلك عم الحل ما عندي خبر، ما بملك. يلي بملكه بدلته، واللي ما بملكه شو بتلاقي حالي؟ وقف على ذلك. فالغش موجود في كل المواقف، لكن هل منا من يصحو لينقل نفسه بين يدي ربه؟ وعدي عم تحكي لجارتها انه والله طلع زوجي زعلان وانا وياه زعلانين في كيت كيت كيت، جارته بتقول لها سكري الباب وشولي له، هذا البيت بيتي، روح دبر حالك. هي الجارة يا ترى بكرة إذا نزلت على القبر هل يشتعل القبر عليها نارا؟ ما بعرف، أنتم صرتوا تعرفوا أكثر مني. واستعرت إبرة من أحدهم ولم تردها. فالعبد يعذب في قبره إذا لم يرد الحقوق المادية والمعنوية بأهلها قبل مماته، فيصبح ويعفو إن كان للغير حق عليه، ويرد الأمانة ويتوب، لأن أمانة الإنسان مع الإنسان تتحقق برد الحقوق لأصحابها. عدد من النساء سألني هذا السؤال، بدها تدين مبلغ، وعاملين جمعية بدها تأخذ، هل الجمعية بدها تطلع لها بدها تدين المبلغ منها؟ واحد قال لها أنا بشغل لك يا هون وبعطيك عليهم كل شهر مبلغ، بدها تدين مبلغ، تعطيني الزلمة شغل لها يا وتأخذ المرابح بعدين ترجع المبلغ لصاحبه. أنا كثير بنسأل السؤال، طيب يا بنت الحلال إذا هذا ما طلع أمين والمبلغ راح منك شو بدك تساوي؟ ما بصير، هذا أمين أكثر مني وهذا برجعه. بنصح بلاقي النصح ما له فائدة، حطت في راسها بدها تساوي، تروح بتدين هذاك بيعطيها أول شهر، بيعطيها ثاني شهر، ثالث شهر بيقول لها فلست ما صبي معي مصاري، وراحوا المصاري. فهي علقت بين يدي الله، تصرفت بمال الغير، وهو علق بين يدي الله لأنه تصرف بمال الغير. واثنين
يشتعل القبر عليهم نارا. ودل ما في مغفرة لسه. الذي غفر له اشتعل القبر عليه نارا، فكيف بالذي لم يغفر له؟ في ناس بيتدينوا ما بيرجعوا. أنا إنسان، وإنسان بالحياة ما بيقع بضايقة ما بصير. بمر علي 20-30 يوم ما معي حقربة خبز، مستسلم، طالع الخبز اليابس، باكل خبز يابس وعادة مساكن ما بحكي. بعدين تفرج ترجع الامور طبيعيه. بينطرح علي انا معي مبلغ ما بدي اياه، خليه عندك وقت اللي تخلص منه ارجع لي. لا 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 تورطوني. نعرض علي املاك ونعرض علي اموال ونعرض شان ايه. أنا مرة وقعت في أزمة من الأزمات، انطرح علي يمكن هاللي انطرح علي بكفي 10 تجار يشغلون. دعوني فقير ولا أتعامل بأموال الغير، وهذا سر من أسرار نجاحي في الحياة. فكثير بيناتكم بدهم بس يكتروا مصاري، الهم المصاري. وإذا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، عفوا السيدة فاطمة، فرج ايدي شلون دملت وانا عم بطحن بالطاحون على ايدي، فيا سيدي يا رسول الله معلش يرحموني يجيبوني صانعة. فهل النبي عليه الصلاة والسلام عاجز يأمن له صانعة؟ قادر. لكن ماذا أجاب؟ قال يا فاطمة، تحبي أن أدلك على ما هو خير من الصانعة؟ أنا عم بقول صانعة حسب زماننا. قالت ايه؟ قال التسبيحات بعد كل صلاة ببركتهن الله بيعينك وما بتحتاجي لحدا. يا ترى من منكم يفكر بهذا؟ لازم نجيب واحدة قد ما كلفت، بس مشان تحمل عنا عبء، مشان نحن نتدلل على كتابها. بتروح لتنام نصرخ عليها قومي ساوي لنا قهوه. بتوقف بدها تصلي من نادي لها تعي ساوي لنا شاي، تعي حطي اكل، اجى ابني فلان، اجت بنتي فلانه. يعني منحطها تحت باطنا 24 ساعة وعمرها إن شاء الله ما ترتاح، بس نحن نرتاح على كتابها. هذا موجود أو غير موجود؟ يا ترى هل نقف بين يدي الله ونسأل عن هذا؟ ما بعد فكروا، هل تسألون بين يدي ربكم عن هذا؟
إذا في مسؤولية والله ديروا بالكم على حقكم، أنا ما دخلني. روى الشيخان في خطر حقوق العباد وعظم أمرها يوم القيامة، فرووا عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، وأي خطبتين؟ في حجة الوداع. ولماذا سميت حجة الوداع؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة وودع الحياة وفارق الحياة بعدها. كم حج النبي حج؟ دقيق قال والله مشتاق بس بدي اروح على الحج. فشكت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها بدك تحجي؟ نعم. قال عليك بظهور الحصر، تعبدي على الحصيرة، طلع من البيت ما في. عصرنا وزماننا وين والله راحة على العمرة، وجاية من العمرة ولازم كل سنة نعمل عمرتين. التقيت بأحد الأثرياء بمكة على الأسطوح قاعدين، والوقت وقت حج. قال لي أنا كل سنة بعمل عمرتين، قلت له ما في مشقة عليك؟ قال لي الحمد لله ما الموجود. والجاية لهون أحسن من الروحة على سويسرا، هنيك بيصرف المعي مصاري أكثر، وهنا اسمع عبادة. فهذا جاي للعبادة أو جاي للتسلي الذي يقارن بين مكة وسويسرا، بين مكة وألمانيا. في ناس بيعملوها ولا ما في؟ هل يتعادل رائحة الكعبة مع الكون بأسره؟ هل يتعادل النظر إلى الكعبة بالكون بأسره؟ فالنبي حج حجة واحدة. أنا حجيت أكثر من حجي، ولكن ما حججت نافلة إلا مرة واحدة، وكل الحجات اللي رحتها فريضة، والفريضة ما في منها مهرب. في منها حج بدل عن الغير، في منها يفرض علي الحج. ما حججتها إلا حجة واحدة نافلة، وما رحت أنا بشان حج لحالي، رحت لحتى أدعم قافلة كلهم أجانب حتى أرعاهم هنيك دخلوا في الإسلام الجديد. فإذا شافوا المسلمين شلون ملاحي مثل الغنم والله بخاف يرجعوا عن دينهم. فلذلك عم برعاهم حتى ما أريهم هذه المناظر. فهي فرض علي أنا لما سنة
وهذه الوحيدة اللي رحتها أنا نافلة. فاكتار بيناتكم، بس خذوني على العمرة والله مشتاقة. أنا رحت على الحج بالبر، وقفنا بخيبر، صلينا الظهر والعصر وعملت لهم درس. بينما هاللي متأخرين خلصوا ومشينا بالسيارات. فالدرس اللي حكيت لهم يا قلتلن نديروا بالكم رايحين نتملى، نساء ورجالا. وين رايحين؟ رايحين نتملى. قلتلن بكرة بتتملوا من الأسواق، وكل واحدة منكم تطلع من الصبح على الأسواق ما بترجع للعشي، وبترجع شلون بدها تصلي الظهر والعصر والمغرب أدان؟ إلى أن مضطرة قال بتجمعهن الجمع، بس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما نجمعهن كلهم سوا ما وردة. بيطالعوا فتاوي لحالهن عشان لحتى يتملوا من الأسواق. والله يا شيخي كل المصاري اللي معنا خلصوا ونحن لسه رايحين على الحج. دخلنا على المدينة ما صبي معنا مصاري، بدنا نروح على مكة ونحج ونرجع ما صبيان معنا مصاري. دخيلكم يا ميني ديننا. طولوا بالكم شوي بلا شر الأسواق. والله الحمد لله الله متفضل علينا بهالبلد، كل شيء بيخطر لبال الانسان موجود، كل شيء موجود. ليش نأهرم حالنا وبدنا نتديان؟ واحد ضغط علي حتى اتدين، قطعت عن تمي مشان عطيته. بعد ما رجعنا من الحج قال لي يوم منرجع برجع لك يا هون. مرة شي ثلاثة شهور شفته، تلقى شو صار بالمصاري؟ والله ما تيسروا معي، ما بدك تطول بالك علي. مرقت سنة كاملة للحج القادم، قلت لك بدي المصاري بدي روح على الحج خرجون. قال لي والله ما تيسروا معي، بدك تطول بالك علي. ليش لا تتورط وتشتري الشغلات اللي مالك فيها تقع تحت الدين؟ بس دينوني. وهدول كتار والأعلان بيناتكم، ها بيناتكم شحدوني بس بدي اروح على الحج. كره مالك مكلف شرعا بالحج. الحج القرآن قال من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كنت غير مستطيع أنت مالك مكلف بالحج مطلقا. ولا تروح الحج، أنا بنصحك. وإذا كان ناوي تروح الحج ومصر العبادة على ظهر الحصر، فهي اعتراضية الجملة تبع الحج. قال في خطبته، في خطبته حجة الوداع ماذا قال؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات بكرر، أنا بلغت ولا ما بلغت؟ لا، أنت بلغت يا سيدي يا رسول الله، أنت بلغت الأمانة. ولكن هل من سمع الأمانة أداها؟ ما بعد. ومن خطر حقوق العباد الحقوق المالية، وخاصة في حق الذي يستدين ولا يفي الديون. واحد تاجر اجى لواحد متاجر قال له في قدامي صفقة بدي اشتريها، بتحب كون شريك انا وياك؟ على هالصفقة نشتريها منبيعها نسدد حساباتنا. قال له اذا هيك ما عندي مانع، انا بنزل معه. قديش بدك رسمال؟ قال له مليونين. بسيطة هي مليونين. رجع بعد فترة قال له والله طلعت بضاعة أكثر من هيك، بدي مليون تاني. هي مليون تاني. متى انباعت البضاعة؟ بسدد لك كم حقك. شو رأيكم بالوعود؟ باع البضاعة، سمي منها كم توب بالمستودع، ما عاد يرضى يبيعون. أخذ المال اشترى صفقة ثانية. شو صار معك أخي؟ والله البضاعة بالمستودع. أخذ المال صفقة ثالثة، أخذ المال صفقة رابعة. عشر سنوات هو عم يبيع وبيشتري، والحساب مع الشريك بالصفقة الأولى فقط. قال لك هالبضاعة اللي عندك ما عم تنباع، أعطيني إياها، أعطيني مصادر منها. قال له هي مصادر، أخذ المصادر عرضها، باع البضاعة. هاي البضاعة راح يحاسبني. قال إيه والله ما معي شاري فيها بضاعة. طيب البضاعة الثانية أنت شريك معي؟ قال له لا أنا متبع أنا وياك على البضاعة هاي. قال له طيب أعطيني المال. والله ما معي. 12 سنة 15 سنة ما معي. راح جاب الكفيل اللي قال له عطيه وانا بكفله. تعالوا. قال له والله انا عم بتبعه مسكين وقع في ازمه، وثلاثه مليون انبلعوا. فما رايكم في وقفته بين يدي ربه؟ صاحب المال قال ايه ما له شيء، لكن لنا وقفة بين يدي الله. يا جماعة اترقبوا في الدنيا شو بده يصير. بالدنيا باع كل ما يملك، حتى بيته اللي ساكنه باعه، صبي بالبيت الأجار قد ما صبي معه شيء.
وأصيب بعض عائلته بالأمراض، كل الأموال انصرف على مرضه ومرض عائلته ومرض أولاده، ومسكين صفي مرته تهددت بالموت، وهو صبي هو والولاد لا بيشتغلوا ولا بيجيبوا ولا هو عاد حسين يشتغل وبرك بالبيت. هذا حساب الدنيا. فالذي غفر له اشتعل القبر عليه نارا، هذا بعد مغفرة، وأكل ضربتين. ليش عم تضربوني؟ قال لأنك مررت على مظلوم لم تنصره، واستعرت إبرة فلم تعيدها لصاحبها. فهزوا حالكم، كل منكم شو مستعير بها الحياة، وهل رد العيرة بعد قضاء حاجته منها؟ عندي بالبيت سلم، أحد الجوار بده يستعير السلم، قلت له والله ما تأخذني، كتفي بيجعني. فعندي أنا مستودع، حاطت السلم بالمستودع، إجا فتح المستودع وأخذ السلم، أنا ما انتبهت، بس لقيت المستودع مفتوح. ليش مفتوح؟ ما بعرف، بلكي أنا نسيان سكرته. شهر اثنين ثلاثة أربعة، لك يا جماعة مين أخذ السلم؟ ما في حدا، أنا ما لي عاطي لحدا، وبالبيت عندي ما حدا عاطي. أحد الجوار بيسألني أنت السلم تبعك ما بدك يا؟ والله عم دور علي ما بعرف وينه، قال لي محطوط على الدرج بالبناية الفلانية. هذا خلص شغله وحطوا على الدرج تركوا مشي، سرقوا سرقة، ويا ريت قضى شغله ورجعوا. بعث الشخصين حملوا السلم وجابوا لي. فإذا واحد يسعير السلم بقول له كتفي بيجعني، ما بحسن عيرك. وأنا تعلمت شغلي في الحياة، يلي بتعتاده بالعمر مرة اشتريه حطه عندك. يا ما شاري فروت تبخيش، بخيلك الله يخليك بس لركب هنيوني. يا عمي روح تدفل، انا ما حدا اشتري فرد عشان تركيب نيوني. لك يا عمي يا بياخذوا بجيبوا محروق، يا بياخذوا ما بيرجعوا. انا نسيت لمين عطيته بروح اشتري واحد ثاني، نسيت لمين عطيته بشتري واحد ثالث. وقس على ذلك، هي وحده من وحدات بشتري قومه عده لكل شيء بحتاجه، برجع بدور واحد في ما بلاقي ولا واحد. وينهم؟ راحوا بالعيرة. في ناس بيستعيروا وبيرجعوا، في ناس ما بيشاوروا، بياخذ المفك بيساوي الشغلة بحطه بجيبته سلام عليكم. وخس على ذلك، ولنا وقفة بين يدي العزيز الجبار غدا. فعن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا أبو موسى الأشعري صحابي، مو صحابي،
صحابي ولا مو صحابي؟ صحابي وأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين مدفون؟ بعربيل في منطقة اسمها الأشعري، مدفون فيها أبو موسى الأشعري. هون عنا وما فينا واحد بيفكر بالصحابة يروح يزور الصحابة يتبارك فيه. هون منفكر بالشيخ محي الدين ابن العربي، هذا رجل من الأولياء والعارفين، منزوره ما منزور صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدا بيزوره، ولا منعرف وين، ولا منسأل، ولا بيهمنا لا أمر النبي ولا أمر الصحابي رضي الله عن أبو موسى الأشعري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ناقل الحديث سيدنا أبو موسى الأشعري الله يرضى عنه، إن أعظم الذنوب عند الله تعالى تلقاه بها، يلقاه العبد بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها، أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. أنا متدين بس ما في قضاء تسدده. وإذا كان أنتوا عم تسمعوا ميت مات، يا ترى ومديون وعنده أملاك، في حدا من الورثة بيفكر وفاء الدين؟ بيختلفوا الإخوة مع بعضهم، واحد بيقول أنا من حصتي بطالع دين أبي عشان خلصه من نار جهنم، هذا إذا وجد واحد، وإلا الأكثرية كل واحد هذا المال إلنا صار، أبي شو له علاقة؟ أبي راح بس خلف لكم الأموال عشان أنتم تخانقوا عليها. ولا واحد من التركة يرضى بحقه. وخصوصي إذا في شباب وشابات، الشابات بتنطحوا كل واحد بتقول أنا، والشباب بيقول أنا، بيعمل مكيدة الشباب لحتى ياخذوا حصة البنات، والبنات بيعملوا مكيدة لياخذوا حصة الشباب، بيتعالقوا مع بعضهم وشدلة حرير على شوك ما إلها حل. إذا علقوا بالبيت، أنا إلي حصة بالبيت، شو المخطط تبعه؟ أنا رح أبيع حصتي لغريب وخلي يفوت عليهم غريب يرجو نجوم الظهر. هي مكيدة الأخ لأخوته. وين مراقبة الله؟ وين وقفتنا بين يدي الله؟ بتقاتلوا بتخانقوا بتزاعلوا بشان المال. ليس فيهم من يقول أين الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام، راعي غنم على رأس جبل فمر عليه اثنان من الملائكة الكرام على راعي الغنم، فطلبوا يجربوا شوية حليب،
قال والله أنا ما عندي استعداد طالع نقطة حليب من بز غنمي لمخلوق على سطح الأرض لأني لا أملك الغنم، أنا راعي. بقال له أحدهم نحن رح نشرب شوية حليب أحسن ما نموت الجوع. قال والله أنا ما بإمكاني. التفت الثاني قال له أنت لا تحلب لنا، أنا بحط تمي على بز الغنم وبرضع. قال له أنا ما بسمح لك. حاولوا اثنين ياخذوا شوية حليب من غنم من هالغنمات، الراعي لم يقبل. فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما أتقاه ما أتقاه ما أتقاه راعي غنم على رأس جبل يقيم فيها الصلاة. فليس المقصود من الصلاة بس الركوع والسجود، لا، إقامة الصلاة أن تقيم أيها المصلي حدود الله على نفسك، وأن تراقب الله في حركاتك وسكناتك، هذا معنى الصلاة. نحن عم نفهم الصلاة مثل نقر الديك تك 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 قبل الصلاة. طيب شو فهمتوا من الصلاة ولا ما فهمنا شيء؟ طيب ما قرأتوا الفاتحة، شو معنى الفاتحة ولا ما نعرف؟ هذا مرض المجتمع اليوم. الفاتحة ما بنعرف شو معناتها، بس نعرف نقرأ الفاتحة وصورة معها بكل ركعة، والسلام عليكم. يا ترى راعي الغنم أحسن ولا أنتم كلكم؟ أنا ما بعرف، أنا عم بسأل. في بيناتكم كلكم من يعادل راعي الغنم؟ راعي غنم على رأس جبل يقيم فيها الصلاة، معنى يقيم أن يجعل صلاة مقومة، معنى مقومة أن يحافظ على كل ما حول الصلاة، والحقوق من الصلاة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه. بدينه ولا بدينه؟ ما بتفرق معكم شيء. دينه ودينه ما في، نفس الكتابة، حتى نفس التشكيل، بس بيختلف اللفظ. كان بالمهاجرين عن بير التوتة في حبس الأموات، وبالعمارة بالعمارة الجوانية نحن رايحين على حمام سامي على إيد اليمين في حبس الأموات. أنا شايفه من زمان ما بعد سكروه لساته، ما بعد، واللي هون كمان مسكر أو باقي ما بعرف، بس ما عاد سمعت من حدا إنه في حبس الأموات. شو يعني حبس الأموات؟ رجل فقير مديون ما معه يوفي دينه، بيغسلوا المغسل، بكفنه، بيحطه بالنعش، ما بينزل على القبر حتى يتوفى دينه. وكانت أثرياء البلد تروح تتهافت على حبس الأموات،
بيجيبوا الميت بيحطوه بهالمكان، مكان فيه محراب وعالي على الأرض، بيحطوا الميت عليه على قد التابوت، ويبقى الميت في هذا المكان حتى ينوجد من يتعهد دينه. بيجي واحد من التجار، قديش عليه؟ عليه 200,000. علي أنا، خذوه. مين الورثة؟ اعملوا حظر إرث وسلموا خيانة كل واحد، ويأخذ من عندي 200,000 ليرة، يجيب لي أسماء المدينين أصحاب الأموال لسدد لهم أنا المبلغ مهما كان. بيتعهد هو بيسدد الدين لأصحابه، ما بيعطيه للورثة، لأن الورثة إذا أخذوا بصير مالهم، وإذا حبوا يوفوا الديانة يا عمو زلمة ماتوا ما معه، إلك عنده أنت 50,000، خذ 25 وسامحه، مشان هنين خلوا لحالهم شوية مصاري. عبصير هذا ولا ما عبصير؟ كان يحبسوه لحتى يتوفى دينه. اليوم بيغسلوا المغسل، بياخذوه على التربة بحطوه بالقبر هو ودينه، ما عاد حدا سأل عن دينه. كان وظيفة المغسل وين الورثة قبل ما يغسلوا؟ في عليه دين؟ في حدا بيتعهد دينه؟ إذا طلع حدا من الأولاد قال أنا بتعهد دينه، بغسله. ما حدا بتعهد دينه ما بغسله. خذوه دفنوا بدون غسل لأنه مديون، وبده يروح لهنيك. بمجرد نزوله إلى القبر يشتعل القبر عليه نارا. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني محبوس بين الأموات المحبوسين، لا ينطلق حتى يفي دينه. كل أعماله صالحة وعلى الجنة مباشرة، بس لأنه عليه دين محبوس بدينه. حديث آخر روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بيقولوا عني أنا بكسر بالخاطر، دخل علي إنسان من أيامه بدأ تدين مبلغ، معلش أنا رح أمشي معك للأخير، شلون بدك توفي دينك؟ قال ما بعرف. شو عندك رصيد توفي دينك؟ قال ما في شيء. طيب شلون أنت بدك، أنا إذا دليتك على تاجر يدينك شلون بدك تسددي؟ قال إيه الله بيبعت. شو أنت أكرم من الله؟
وعادة لما الواحد بده يدين بيصير ذليل، لما بيطالب بالدين بيصير عنتر. كنت أنا عم بشتغل كهربجي، واحد عنده بيت بقرية عنده قاعة كبيرة قاعدين على الضوء بده يمدد كهرباء. أنا التجار بيعطوني، جبنا 3 سلالم ربطناهم ببعضهم حتى حسنا نمدد الكهرباء بهالقاعة اللي سقفها 6 أمتار. خلصنا، أعطينا دفعة، قال خلص وخذ. خلصنا، هات إمام معي. شهر شهرين 3 أشهر أنا سددت حق البضاعة للتاجر، ثم الموضوع عندي أنا. يوم من الأيام إجا على الجامع وأنا واقف على السلم عم شغل بالكهرباء بالجامع، قلت لك يا أبو فلان إمتى بدك تسدد لنا؟ هجم علي حمل السلم بده يرميني مع السلم، ليش عم تطالبون قدام الناس والعالم؟ صار عنتر ابن شداد. واجا واحد تعهد دينه ودفع من جيبته مات وما سدد. ولكن حسب الاحاديث سيشتعل قبره عليه نارا حتى يفي ليله. لكن المردود كان عنده املاك وعنده أموال، الورثة أنا تتبعتهم كلهم سفي وشحادين، ولا واحد منهم ترمى. وهاللي منهم صرلهم شوية مصاري اتكالبوا على المصاري ولا يدرون بأنهم سيتبعوا أبيهم. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، لكن كتاب اللي بيدين ما بده يوفي وحاطت براسه أنه ما بده يوفي أتلفه الله تعالى. فاللي بحب الله يتلفه إذا إذا حدا عليه مصاري يكن لا يوفي ماشي، بكرة بنموت يصبن منه للورثين. حديث آخر، بس هذا الحديث مو لكم إلا إذا بتوعدوني تنقلوه للرجال. هذا الحديث رجالي مو نسواني. أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، لما بكون عم يخطب قد ما بدكم شو بدكم حطوا، ليس في نفسه أن يؤدي لها حقها. شو بدكم اكتبوا وبعدين نحكي. ليس في نفسه يعني في نيته أن يؤدي لها حقها، خدعها
فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان، لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان، يعني زاني. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه، خدعه حتى إذا أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه، لقي الله تعالى وهو سارق. هذا الحديث تبع السارق له شرح، ولكن شرحه نخبيكم اياه الى السبت القادم بمشيئه الله تعالى، لان الوقت ضاق عليكم. مين بيناتكم عليه دين وناوي ينام الليله ما يوفي دينه؟ في حدا منكم ناوي ينام الليله وما يوفي دينه؟ اذا غير قادر يوفي مباشره اقل الدرجات يروح لعنده يعتذر عن التاخير ويوعد بالوفاء وان يكون عازما على الوفاء. وكتار بيناتكم عم يتدينوا وساكتين. وصلى الله على سيدنا محمد واله، والحمد لله رب العالمين.